السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله سيتهين ملا في عيني هاي جمعة ولا سن دمان إن شاء الله تعالى لبا حلقة ضد بعد ما ضي حلقة دي سد هذه أودن بيس إن شاء الله تعالى علاماتك أيا إن شاء الله ما تا إن شيء دونا كدي من هدول يرادو إن وحبها مواصفات كا وحاس إلسك علاجيو أما مقابك الله وهرتو إن شاء الله تعالى ولا لا بدنا معنا هلا سوحل إن شاء الله تعالى بالسؤاله نبدي إن شاء الله ودي دونا إن ما أنت إن شاء الله هو حن إن شيء دونا دولا يرادو على مدها لو قرت قف كمار تاي إن جينكا وتحط كو قف كوا حياة لو قرت واحد ده على مدها هل أجوا دقو معناه هذا ما هذا على مدها قار كم ده سكو أرقتو أما سكو ده أرقتها إن معناها الجن كوجو جرما لكن هو واحد يعني علامات علماء الشيخ إن كو علامات كوجو حنا كده علامات إن شاء الله تعالى قيان أمر إيدي قفكم معناها وقدر يوم الجر كيسة أم حمني سقار كم إذا إن إيدي بدن ومعناها حمنها قار كم إذا أم الجر كم هذا وصعوني هكم إذا إن دقاق عن طبيعي هين أو حمنه إسك دقاقا مثلاً حمّنت على مرق هذا إسكبوه ذي بوه ذا كبوه ذي سو مثلاً يعني حمّنا هذه بعد ما كنت رولي كرت في بعض الأحيان أضو حارك إسكا نقرأ قص مركب وحويه وعلامات كمية كو قفكو عدم تركيز قف إنه سن حسّل إنه سن معناها قف حسّل إنه سن هين يعني إنه سن قفكو سن دقنين بقى قف دقن سن هين وحكى له كمية ذا نفور من أداء الصلاة قفكو een inuu salaada uu tukado inuu ka qararo salaada ay dhifto oo salaada uu san doonaynin oo salaadi uu ka raasanayo oo salaadi uu san yani markii waqtigeeda la gaaro uu baqayo uu diidayo uu ka qararayo waxa ka bida inuu noqdo sidoo kale qiraa'atul quraan quraanka inuu akhriyo qofkii aba ku dhiba quraanka ba akhri karo mar hadduu san quraanka akhrin karo markaa arintaasi oo quraanka uu diidayo ama markuu bilaabo quraanka uu lulmoonayo oo indhaha macnaa isku qabanayo ama isla markiiba kitaabkii inuu qofki isku laabo uu jeclaanayo ama markiiba wax kale uu u kacayo ama telefoon uu ku mashquul adigu wax uu quraanka ka mashquuliyo karaayo ay jirto taana waxa weeye calaamadkeeda weeye sidoo kale markuu aadaanka maqlo qofku irtibaaq inuu sameeyo inuu qof isku nuuxo markuu allahu akbar allahu akbar muadhinkii uu maqlo ama telefoonka ha noqdo ama ha noqdo tv-ga أما مساجد كبه الجوجو مركو آذان كلا ورد في توقف كنا نحو أوه معناها قف معناها نحذين للسبب ذي أو كلا ونقضه وياي وهاقولوا كم إذا قف الإقدام على فعل المعاصي قف معصية إنه وفضو ضحي يعني شيء معصية حنت النقطية بنت النقطية زنا النقطية خمرة النقطية ربا النقطية إله الوعاسي نقطة مع الصيور رمبا وقفك وحيوتي سهل يعني مركب إنه الصمي يجعل في معصبة حنتوك اللي مثلا إنه هري وحقفك حنتو جعليه بنت إنه هري بين خشوا جعليه خيانة إنه خيانة يسك جعليه يعني قف يعني مع الصيدي شيء مع الصلا هاي إله الوعاسي نوع دون بها نقضيه يا قفك السهل والله علاماتك خمسة واي قفك إنه يكون على ضيق يعني في الصدر يعني قفكي إنه قف عليه لكو جيرونا والله علامات كاسي كوه هرنا ولا وذاك سيدوك له إنه الدريمو الشعور بالحزن غالبا يعني مركز طبع قفك إنه مرقة دريمو مرقة عيل باهيو مرقة وسيبه مرقة يسنيا هاي مرقة ما تقنا هيسو يعني قفك أصيغنا علامات كاسي هركوية واي إن وهذا كله كم ده قفكو جلكيس إنه معنا حرارة بدن لا يظهر كل مرة قالوا لي هاي ومعناها لكن إن أطرافها مثلا قعمها في ضو قعمها في ضو ظهر أيه فرها قعمها أيه لوها قعم فرها هذه أيه إنه قبوك هذا يوم قبو أنت قال لكن وكل لي أيها هي كم ذا وحكوا كم ذا إنه قفوك هذا يوم حنون ببرك السلكيس سلك معناه ماشي هذا من عست اللي يده هذي دورك وقدم بيسو إنه قف كدر يوم مرت حنوم إن سيدوك له إنه قف وقدر يمه عريس وكدر يمه
جلبه لماذا جلب أولئك الدريم يا وحبا صارا ها حنون يا أولئك باجرو سيدو كلا يقفكو إنو الدريمو يعني حبنه سو حنون صدو والبيع حنون كلا الدوان حنون كاسو مرن إيمان يبرنا كتكيو قارهان لبدا ندون لغها يمارتاي لبدا لغها هو سيمارتاي عكرة دوسا سيدو كلا إنو كدريم حنون صداع أنا دماني نقفل الدريم مدحنون يعني مدحنون أن دماني نبا ومركة الله هذا ومارتا نيرس نقوني سيدوك الحكم إذا قفكو هردبا النوم العميق قفكو إنو مروكا قال هردب دير وقادو السحيد وسن كعي كريم با أي الله ميدا أي كم بذا وعكم بذا قفكو مارتا إنو خوربا صبيج خوربا أن عادي هنا نوا أدي كون عادي أنا هين إيجو dayaha inuu ka caburmo markuu seexanayo way sidoo kale in qofku ma aragtay balqam harka harka inuu ka yimaado wax harka harka oo balqam way waxa kale oo kamida qofku inuu ka dareemo inuu waran kaga taagan yahay dhunta halka dhunta antal canuftaa inuu sa laqi karin oo markuu wax laqi siinaado wax jiqsiinayo ayaa kamida عفوا واي وحكى لو كم إذا إن إنه قفكو النفس هذا إنه يكون لبته نفته إنه لبته أنسان كم ركى قال أتاعه ونفته سوى صوب حظه يا كم إذا واي إنه معناها لو هذا إن دوت وح كي يقول ريجو وريك وح كي يقول ريجيو وحنا ما تابكروا قفكو أسرع واي إن قفكو أسرع inu maarata marku hurdada ka soo koco farihiisa inuu laabi waayo soo qaban waayo oo farii taagmayaan oo kale ayaa kamid inuu maqlo codad gariib ah oo aan la fahmin codba maqlaysa laakiin ma fahmaysid buu yahay ayaa kamid sidoo kale inuu qofu dareemo markastaba in la daba socdo ama in lala socdo ama in la arko ama in xitaa telefoonkiisa la baarayo dad baa kombuyuutarada dhahay kombuyuutarkii waa la daba maray boorsadeeda waa la daba maray telefoonkii waa la fiiriyey waa la iga jabsaday emailkii waa la jabsaday xaggaa laga soo galay maanta oo dhan muraaqaba 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 yani waxa laga yaabaa boorsadii shan jeer xiro qofka waay inuu maqlo dhawaaq codkiisa loogu dhawaaqayo hebelow la leeyahay haddana markuu fiiriyo is waxba arkayn qofki ayaa la mid ah waxa ka mid ah inuu ku riyoodo qofku ومعناه كو قروه وحيابا أبسيقليو أو خطر أو حيواناتك وليمان كو خطرت أه قارهان أيدو كالي إن مساسكو كالي إن اللهم استعان يوحى الله ميضا إنو قفكا سيما قولنا سيدو كالي إنو جعليا هاي مارتاي مانتو دان قلمو نور خبوه معناها ناكتي سودا محاسكي سودا بورديو ومارتا مانتو دان وسن استاقي إن قفر سنو سنعي سيدو كالي إن inuu dareemo qof inuu nifaaq yahay sabab macnaha inuu yani iyo inuu raxmada ilaahay ka quusto yani maalan wuxuu leeyahay anuu maanta wuxuu leeyahay munaafiq baanahay munaafiq baanahay munaafiq baanahay oo si kala laakiin cabsi ay ka keeniso macnaha isna cabsida ilaahay iska keenin si kala ahaan asagu naftiisa iskaga dhaadhicisay iyo raxmada ilaahay ka quusto qayb ka mid a weeye qaybo badan baa jira laakiin intaaba insha allah ku gabagabinaynaa ilaahay waxaan ka baryay subxaana watacaala inuu il iyo sixir iyo jinba ilaahay naga ilaaliyo كدب حان سمين دون إن شاء الله تعالى بالقابك الإسكالة داوين بإذن الله الباري أيان أقود بدونا رالي نقض إن شاء الله وإذن كل ريي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي وقفت دموعي على Oasis ku soo dhawaada xarunta isku dawaynta Qur'aanka iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam ee Al-Ruqyah waxaanu dadka ku dawaynaa si waafaqsan kitaabka iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam kana fu khurafaadka iyo waxyaabaha diinta ka hor imanaya
waxaan wax ku daweynaa waxaa ka mid ah in qofka qur-aanka lagu akhriyo iyo in wixii adkaara ee nebiga sala allahu alay slam ka sugnaaday sidoo kalena lagu akhriyo. Waxaa jira dawooyin islaamig ah oo aanu kaashanno iyo talooyin diini ah. Waxyaabaha aanu dadka ka daweyno waxaa ka mid ah isha, jinka, sixirka iyo dhicidda iyo hurda la-aanta weliba iyo toobin casriyeysan iyo dawo cambaareedka. Sidoo kale waxaad ka helaysaa qayb online ah oo adigoo gurigaaga jooga aad ka qaadan kartid barnaamijyo iyo ruqyadii oo si online lagugu akhrinayo iyo dhiirigelin aad ka helaysid iyo tala bixin. Haddaba la xidhiidh xarunta isku daweynta qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee aruqya asharciya adigoo nagala soo xidhiidhaya lambarada koorka xusan.